صحيح. يمكن اخر مباريات للنادي الزمالك في ارقام ايجابيه كتيره جدا. نادي الزمالك اخر مباريات فوز الحمد لله، كلين شيت كمان، ما دخلش فينا ولا هدف، نسبه تهديفيه عاليه. في اخر 4 مباريات احرزت 10 اهداف وما دخلش فيك جوال، فنسبه مهمه جدا. عايز رؤيه حضرتك في اخر 4 مباريات لنادي الزمالك، وشايف شكل الفريق النسق بتاعه تصاعدي ومبشر فيما هو قادم ولا ايه الدنيا؟ النسق مبشر جدا. اولا حته الاستقرار الفني اللي هو عاملها في الفرقه اللي هي دي اللي عامله النتائج الايجابيه. هو بيدخل دلوقتي في اضيق الحدود اللعيبه، حته برضو اللي بقى فيه عنده باور جامد جدا، الدكه بقت قويه جدا، ان رجوع الناس اللي مصابه في فتره كاس العالم، اللعيبه اللي رجعت زي شيكابالا ودونجا اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك ونص الملعب، فدي عملت قوه كبيره جدا واضافه فنيه عاليه جدا. وعجبني جدا الاستقرار الفني اللي هو عامله، اللي هو بيدخل اللعيبه في اضيق الحدود. صحيح. انا شايف ان في استقرار فني، وهو مش هيلعب في التشكيل لان احنا ماشيين كويس جدا، ومعدلات عندنا التهديف عاليه جدا، وعندنا النواحي الدفاعيه بقت عاليه جدا، في تنظيم دفاع على اعلى مستوى، وهو بيجيد الكلام ده من ساعه ما جه الراجل، بقينا نعرف ازاي ندافع، ما بقاش في مساحات اللي كانت موجوده قبل كده. فشايف ان الامور مبشره جدا، واحنا قريبين جدا جدا ان شاء الله من بطوله الدوري باذن الله.